اللي كانت له علاقة بالقضية الفلسطينية مطالب الجمهور بتقديم العهد الفلسطيني لو سمحتوا نؤديه وقوفا أو نركض معه يلا مهندي جميعا بصوت عالي بدون نية أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أبقى وفيا لفلسطين أن أبقى وفيا لفلسطين أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أبقى وفيا لفلسطين أن أبقى وفيا لفلسطين وأورث هذا لأولادي وأحفادي والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد اسمع تكبير الله. شكرا جزيلا اكتب سلامي يا
تحية لفرقة الأقصى مني ومن الجمهور. إذا من باب